جلالي اي لحظه قبلنا من هنا اخضر اي اخضر اخضر ما نلعبوش ولا يعني في باراكاس نقول هذه البلاد عزيزه عليا ابدا خطره قال ابري بلادي ابري مكه ومعسكر والله لا كاين تلويس شنقول في المناسبه هذه على بلومي هضر هضر هنا هضر الاخضر على كل حال شاك فضلت في المناسبه انا فخمش نعرضو مي جامي يقول لي عندي حاجه ولا ما ننجمش ولا امبوسيبل فهمت لا غالب دائما 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 زمان هذه نجي بادي فينا على كل حال قيمته بزاف هنا في الخميس هذا حاس قيمته بزاف هنا في الخميس يبغوا الناس انا نلعب معايا عامي ثاني فرحانين كنا دائما نتلاقاو في السيرك عندنا السيرك كنا نتلاقاو نشربوا اتايات نكسروا فرحانين وفرحانين به حنا ما عندناش هذيك براني ولا كنا كان في وسطنا كان هو كان يظل مع خويا في داري في دارنا يظل مع خويا كبير بالنسبه لنا كل حنا كل الخميس ماركات والاخضر راه نتاعنا تاع اولي تاع سعد وسعد راه وليدنا هيا فور ما نسمع والو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله يحفظك شيخ الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم كيف فاتكم نقروا عليهم الفاتحه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان شاء الله يكون من اهل الجنه المجد والخلود شهدائنا الابرار انتم احنا رانا جيتو مسرورين بارك الله يعني العاده تقعد تجر والحمد لله المدينه هذه ما تغيرتش تجر اللي تقول لك يدخل الخميس وناسها فيكم البركه والضيافه يكفيكم فخرا انه كلما تكون هناك حصه تلفزيونيه ويكون هناك روبورتاج على احد اساطير كره القدم الجزائريه اذا وتكون نقول لكم الام تاعي في البدايه هي الخميس مليانه كما قال سي الاخضر بلومي تصفيقه حاره علي هذا ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يتحدوا سيبهم انا روح اي واحد غير واحد هيا صف قلنا عليه هذا مسكين دور راك تبكي ما تبكيش على بالك تبكي على السوق على السوق هيا تصلح عليك الرئيس سي بلومي قال لك هذا عطينا واحد باسكو الخميس هذو ما يديروا براوات ما والو ما تخش ما تخش هذا وانت نجمو نسكنو ان شاء الله راه كونفيرما هذه الدي جي اس دروك شاف دايره الملعب مضمون ان شاء الله ان شاء الله الملعب زوج مضمون ان شاء الله قول لنا وين ان شاء الله قول لنا وين ان شاء الله عاد سي سينا على وين ان شاء الله الاعانه الماديه لفريق سكاف مضمونه الله
مكاني استاد في السي ار اس مكاني فوضى مكاني فوضى وهنايا دقيقه خلوني نحكم مكاني فوضى في هذه المدينه لهذوك الخلاطه لهذوك يخلطوا طالونا في البوليسيه تاعنا كيما مولف استاد مضمون لا سيفونسيون مضمونه والخميس راهي في العلالي ان شاء الله. نبيل نبيل خميس امانه وراه طلعها وانت شنو قلت لك اللي طلع الخميس هو خويا تحيات تقدير ومصالحه ومحبه بين بلومي ورشيد هيا سلمى زوج ثلاثه نبيل نبيل وخرج بيا انا كاميرا زوج زيد على نختار سي رشيد خليت لها الخميس امانه وراه طلعها وانت شنو قلت لك اللي طلع الخميس هو خويا تحيات تقدير ومصالحه ومحبه بين بلومي ورشيد هيا سلمى زوج ثلاثه عبالك في كاع التكريمات نبيل فرح غير في هذه باي طير ما يش عارف كاع هذه اللي كان عاوز نوري راهم خدموا لك داروا لك مفاجاه سكار اسمك الاخضر بلومي انا نعرف باللي يمد بلومي يمد لي ماي والله ما يقاردي صح هذا باغي يقارديه مع التريكو تاع كولي وتاع زيكولي راهم عندنا ومع زخونا أي أول تكريم يحظى به هو اللاعب الأخضر باللومي. بلال جواني يكرم من طرف الوالد صادق مزري ساك الله فيك مزري الطهراوي لاعب فريق اولمبي شلف الله يسود الله يسود
اروح للعمر قلت لهم انا قلت لهم نقول لهم نقول لهم بالعمي كبر بيها الله يحفظه خلي يقول لك تاني ايوه هادي اسمعنا هيا اسمع وبارك الله فيكم ونشكر جمعيه راديوز على هذه المبادره وان شاء الله نزيدوا مبادرات اخرى على مستوى كل اقطار ولايه الفراشه يلا خلي عندك انا وحده انا وحده انا ماشي وانا تعلمت منك هذه كي دخلت انا الفايده للشباب تاعنا الفايده للجيل اللي راه طالع باش نعلموا اولا حب الوطن وكذلك يوم الشهيد يوم تاريخ عزيز علينا كاين ناس يعني ضحوا بالنفس من اجل نحن باش نعيشوا في هذا البلد برافو لسكان ولايه البليده برافو لسكان ولايه عين الدفله وخصوصا ناس الخميس ان شاء الله احنا نواصلوا المجهود تاعنا فيما يخص يعني خدمه الرياضه والهدف هو هدف اجتماعي الابتعاد عن الافات الاجتماعيه كما تعرفوا كاع 5 مليون بلدي ثانيه تعرفوا كاع ماشي قضية ديكيب ولا مي فريمون مولا 16 سنة عشت في الخميس قريت الحمد لله ستة والدين هنا كذلك زيادة على بلاد معسكر دونك شتي اوبليجي دو البيت يعني الدعوة هذيك شفتوا النهار هذا تاريخي يوم الشهيد بارك الله كاع الشهداء تاع الجزائر بصفة عامة لازم علينا هذا وفرض علينا وواجب علينا وطني دونك هذو الفرحة تاع الشعب تشوف لا سيدي تبارك الله اكثر من اللي حاضرين في الميدان هذول في الرياضه هذول المهم يعني الناس تفرح بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رانا موجودين هنا في ولايه عين دفله 5 مليانه المبادره تاع اليوم الشهيد لا رادياز كالعاده ديما تكون حاضره في المناسبات هذو وهذه حاجه مليحه اللي داروها اللاعبين القدامى تاع 5 مليانه نشكر كاع السلطات المحليه على راسهم الوالي تاع عين دفله شاف دائره ورئيس البلديه اللي كان الاستقبال كما نقول لك استقبلوا لنا حار هنا في ولايه في مدينه الخميس مليانه ولايه عين دفله المبادره كانت مع اللاعبين القدامى تاع الخميس هذه حاجه مليحه مع تاع لارادياس راك تشوفوا اللاعبين القدامى جاوا هنا كما بلومي غني على التعريف اللاعبين اللي راهم كاع هنا وشوف انا لي سيبورتر هنا فرحوا بنا كان الاستقبال حار نشكر هذه المبادره اللي دائما هذا شرف ليا وما يخفالكش باللي راني متواجد في لا ديزيام فيل تاعي اللي هي الخميس نشكر كامل اهل الخميس على الحفاوه وعلى الاستقبال اللي داروه منا وبالمناسبه يوم الشهيد نترحموا على شهدائنا الابرار وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه وما يخفالكش حاجه واحده اخرى نشكر كذلك السلطات المحليه وكذلك الامن الوطني باش دار هذه الدوره هذه تاع لا راديو زاديه يعني راني جد مسرور وان شاء الله الرحمن الرحيم اوني توجور ديرير استادير لاكتيفيتي سبورتيف بور سكي كونسيرن لو سبور اوني لا ان شاء الله الرحمن الرحيم اون فابا تورني لو دو وان شاء الله نطلب كامل استادير ان ابيل لي جون تاعنا يلزم يمارسوا الرياضة هذه باسكو هذه الرياضة هذه رياضة تاع أخلاق رياضة تاع تربية بمناسبة يوم الشهيد قمنا بمباراة استعراضية ما بين جمعية راديوز بقيادة قادة الشافي وشباب الحرية في 5 مليانة قمنا بمقابلة استعراضية ونشكر الشعب على الحضور نشكر الأنصار تاعنا وأبناء الحي اللي عاونوني وساعدونا ونشكر السلطات نشكر رئيس الفريق واش باغي نقول لكم الرياضه تربيه واخلاق وصافي بليزير لاعبين كبار يجونا لهنايا على غرار بلومي وحمص صالح حكم دولي
ان شاء الله ان شاء الله الخير للبلاد. نتمنى الخير. رانا موجودين في خميس المليانة في اليوم الشهيد هذا اللي نرحموا على كل الشهداء والمجاهدين اللي ماتوا ولا لهم في الحياة ربي يطولهم في عمرهم ان شاء الله. احنا هذا المبادرة اللي دارتها جمعية راديوز وحنا موجودين لكل اللعابة والحكام احنا اللي هنا مع جمعية في خميس مليانة هادو نشرطنا لهذه الحياة بكنا نفكروا اليوم الشهداء هذا اللي نرحموا عليهم هذه وان شاء الله ما تكونش هذه الأخيرة هذه ان شاء الله. نقول لك يعني عشنا اليوم بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 18 فبراير عشنا يعني المبادرتين الأولى اللي كانت في بليدة وين يعني كل البلديين اليوم وخاصة الجمعيات الرياضية كانوا عاشوا يعني أجواء تدشين بعض الملاعب منهم ملعب حيولة السلطان بحضور لاعبين دوليين الأخضر باللومي فوز المغاربة تحت رئاسة السيد قادر الشافي والمقابلة هذه تاع اليوم أنا لحقت عليها يعني نوعا ما شوية روطة ولكن كانت يعني مقابلة جميلة الناس يعني الجمهور تاع الخميس يعني استمتعوا يعني بالعروض الكروية الشيقة اللي أداها مختلف اللاعبين سواء اللاعبين يعني القدماء تاع الخميس أو حتى اللاعبين من البوليدة أمثال البيلازواني وكذلك اللاعبين الدوليين السابقين كالأخضر باللومي فوز المغاربة إلى آخره ونتمنى إن شاء الله هذه المباراة يعني تزيد تستمر ويكون في علاقة بين الفرق على مستوى الجمعيات الرياضية على مستوى كل الولايات.